السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي شهيوة عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم واحد الوصفة زوينة بزاف، هي لي بات مع الحوت والسومو. راهم كيجيو بنان بزاف، صدقوني راهم كيجيو زوينين بزاف. بسم الله على بركة الله، تابعوا معايا. غادي نحتاجو جوج لترو ديال الماء، غادي نخليهم فوق النار حتى يطيبوا، وغادي نحتاج البصلة واحدة، نحتاج ثلاثة الحبات ديال الثوم، الوريقات ديال الرند، غادي نحتاج السبولات، السومو من هذا، نحتاج الحوت هذا مخلط، نحتاج هذه الهبرة ديال الحوت، بسم الله. درك غادي نبدا في التحضير. غادي نقطع البصله القطع صغار كما هكا، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار بحال هكا. غادي نكرازي هذوك الحبات ديال الثوم بحال هكا. درك غادي ندير معلقه كبيره ديال الملح، وغادي ندير زيت المائده معلقه واحده. غادي نحتاجو هاد لي بات، صدقوني هاد لي بات راهم كيجيو بنان بزاف، كيجيو زوينين لا في الشكل ولا في الذوق. درك بعد ما الماء غلا ومزيان، ودرك غادي ندير فيهم هاد لي بات. لي بات شحال من دقيقه راه مركي في الباكيه؟ كان 8 دقائق حتى ل 9 دقائق. درك غادي نحتاج معلقه ديال زيت الزيتون، غادي نقلي فيه هاد الحبه ديال البصل، هكا بحال هكا غادي نخليهم يتشحروا مزيان. عاد نزيد عليهم هذاك الحوت، نزيد عليهم الهبره ديال الحوت، وغادي نزيد السومو، غادي نحتاجو كنور ديال الحوت من هذا، غادي نديرو حبة وحدة، غادي نخلطهم مزيان حتى يتشحروا. صافي درك راني درت لي باتي يطيبو، غادي ندير شوية نتاع الزبدة، صافي درك غادي نخليهم يتشحروا مزيان، ونزيد عليهم باقي المكونات. غادي نحتاج معلقه ديال الفرينه باش تدق لينا هذاك لاصوص، نزيد معاهم الكاس ديال الماء عامر مزيان، الكاس الكبير اللي كنشربوا فيه الماء. صافي درك غادي نخلي هاد لاصوص حتى تقال مزيان، نزيد هذيك الوريقات ديال الرند، شويه نتاع حب الكحله ماشي بزاف، غير شويه على راس المعلقه، البزار الاحمر حتى هما معلقه صغيره. غادي نحتاجو للسبولات، غادي نحكهم بحال هكا باش يطلقوا الريحه مزيان. لاحظوا على لاصوص كي جات ما شاء الله. ودركو غادي نقلع شويه نتاع الحوت قبل ما ندير لا كريم فريش باش نديكوري به لي بات ان شاء الله. دركو غادي نقلع هاد الوريقات ديال الرند، ودركو راني غادي ندير 20 سنتيلتر ديال لا كريم فريش، درك غادي نقلع شويه نتاع لاصوص، كي نقدمهم غادي يبقاو يديروا لاصوص شويه بشويه. صافي درك غادي نصفي هذوك لي بات مزيان، نقدمهم ان شاء الله بالصحه والراحه.
درك صافي بعد ما صفيتو ودرك راني درت فيه هذاك لا كريم، ودرك غادي نجيب الاناء اللي غادي نقدم فيه ان شاء الله نقدم لي بات ديالي بالصحه والراحه. درك نتمنى منكم اللي وصلوا هذا الفيديو يفرقوا مع الحباب والاصدقاء باش كلهم يستافدوا. ودرك غادي ندير هذيك المرسويات ديال الحوت اللي خليت في التالي باش يعطيو الذوق والمنظر كذلك. غادي نديكوري بشويه نتاع الفرماج. نتمنى تكونوا لاحظتوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى التالي. لاحظوا على لي بات ديالي كيجاو ما شاء الله، راه مزوينين بزاف. صافي راني ساليت الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، بسلام عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.